تقوم فرنسا بعملية تمشيط في واحد الجبال معروفة جبال رفاعي مكتوبة ثم جبال رفاعي هذه معروفة في جهتنا فيها خلال كتبوا عليها الكتاب مجاهدين ومؤرخين حوالي 25 ولا 20 معركة تقريب يعني دورية المعارك. قاموا بعملية تمشيط في هذاك الجبال كان ما كانش معركة العشية كيروحوا الوالد المعتاد كانت عنده في شغل مخابئ للأطعمة تاع المجاهدين فيه كان يتخبى لأنه ما كانش مسلح كان مسبل كان عارف الثورة كانت مقسمة له فعليها آخر كلمة سمعته منه الله يرحمه قال لي روح لحق أختك الدوار لأن كل مرة كتخرج لعملية تمشيط استعمارية النساء يجتمعوا مع بعضهم بعض يحتنوا بعضهم بعض باش ما يبقوش اعتداء عليهم الانفراد بهم إلى آخره قال لي روح أختك لحق أختك أنا راني باش نتخبى على كل يوم الاستعمار اليوم ياخذ طريحة هذا الكلمة قالها لي بالشوية على كل حال قال لي اليوم ياخذ طريحة الخلاصة في العودة نتاعهم هذاك العملية تمشيت من الجبل الرفاعة هذيك فاتوا علينا الدشرة وين كنت حرقوا الأكواخ حرقوا المؤونة أنا وأختي كنا نشوفوه في الدار تاعنا تحترق ماهوش تحترق لأن بيوت طوبية إذا صح التعبير خارج منها الدخان جينا جات كتلة تجري لقيت الوالد رحمه الله في بركة من الدماء عدمته فرنسا دفنوه لحد الآن ما نعرفش القبر تاعو لأن في الاستقلال هبطوه مقبرة الشهداء في جويه القاوس وأنا كنت صغير 12 سنة ما استقلال ما شفيتش إذن بعد مباشرة أختي أخذتني معاه احنا في ثلاثة أخوات لدوار البيطامات عند عم الأب تاع الأستاذ بيطام عشي بيطام المحامي كنا معاهم خلال الثورة كامل خلال هذه المدة هذه أصيبنا بفاجعة أخرى أختي الأخي اللي أكثر مني للوسطاني جات فرنسا نفس الشيء خرجت باش تقوم بعملية تمشيط أهرب طلع في واحد الكهف باش يختبئ اسقط مات موتة موشينة لحد الآن تفكرها ما عندهاش وصف مسكين ما عندهاش وصف الله يرحمه